المساء هو صديق الروح وقرينها الوفي، يشحنها بالهمم ويدعمها بالطاقات، يبث فيها العزيمة مع إطلالته الساحرة ونسائمه العطرة، ينظر فيها الأمل في كل يوم، يخبرها أن الخير ما زال ساكنا في نفوس البشر، وأن الحياة مليئة بالحب والإيجابية، لنسافر إلى حدود اللا حدود، ولنسابق الواقع في عالم الأحلام، ومن عالم الأحلام إلى أرض الواقع واستوديو الواقع. ومساكم الله بالخير متابعينا من برنامجكم حديث المساء، وفي حلقة جديدة حاملين معنا العديد من الموضوعات الشيقة، فأهلا وسهلا بكم. ونبدأ حلقتنا باستضافة ضيوفنا المميزين. يحتار ذوي الإعاقة وأولياء الأمور في كيفية استثمار أوقات فراغهم، لا سيما في عطلة نهاية الأسبوع وحتى مواسم الإجازات الطويلة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة توليهم أو توليهم الدعم الكامل، ووفرت لهم بيئة مناسبة لهم كونهم فئة مهمة في المجتمع، وتعتبر إمارة الشارقة رائدة في توفير الرعاية والتعامل مع ذوي الإعاقة. واليوم سنتعرف أكثر على كيفية التعامل معهم من خلال استضافة الأستاذ أنس الحميري، مستشار مهني وأكاديمي. مساك الله بالخير أستاذ أنس. مساك الله بالنور أستاذة عائشة، وحياك الله، وتحية لقناة الشرقية من مدينة كلباء اللي تابعة لإمارة الشارقة الباسمة دائما. أستاذ أنس، اليوم يعني في دولة الإمارات نرى اهتمام واسع في بذوي الإعاقة وتأهيلهم وتمكينهم في المجتمع. أهمية تفعيل دور ذوي الإعاقة في المجتمع، وكيف للمجتمع أن يفعل ذوي الإعاقة؟ في البداية نحن بحديثنا عن فئة ذوي الإعاقة لازم نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى الاتحاد حاكم إمارة الشارقة. ايضا تحيه لمعالي حصه بن عيسى بن حميد وزير تربيه المجتمع على جهودهم الكبيره اللي يبذلونها في دعم هذه الفئه. ايضا لا ننسى ان نشكر سعاده الشيخه الجميله بنت محمد القاسمي مدير عام مدينه الشارقه للخدمات الانسانيه على جهودهم العظيمه اللي يبذلونها لخدمه فئه ذوي الاعاقه. وبالنسبه لهذه الفئه هي فئه جدا مميزه، فئه اثبتت جدارتها بانجازات عظيمه. لكن لو رجعنا لبدايات الاهتمام بهذه الفئة، كانت في بداية الثمانينات حيث اهتم صاحب سمو الشيخ سلطان القاسمي بتوجيه هذه الفئة المميزة وتوفير لهم التعليم ودمجهم مع المدارس، أيضا توفير لهم فرص وظيفية بعد التخرج، وفر لهم إمكانيات خدمتهم في الدوائر الحكومية في الإمارة. كل هذه الأشياء قدرت أن تخلق من هذه الفئة فئة لها دور فعال في المجتمع. نعم، إذا أستاذ أنس، تفعيل هذه الفئة من ذوي الإعاقة وإشراكهم في المجتمع، إن كان من خلال المؤسسات وإن كان من خلال الوظائف الحكومية أو حتى في القطاع الخاص، هذا كله يكفل لهم أسلوب تعامل مع ذوي الإعاقة. فما هي أساليب التعامل التي بالفعل وظفتها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التسهيل على ذوي الإعاقة؟ طبعا اصحاب الاعاقه هم جزء مهم جدا من المجتمع، وما ممكن نستثنيهم او نهمشهم نهائيا، لان لهم دور كبير في خدمه الافراد وخدمه المجتمع، وبعد اعطائهم فرص حقيقيه لاثبات وجودهم، وهذا ما قامت به الحكومه الرشيده والشيوخ الكرام والمسؤولين اللي في الجهات المختصه. واليوم نحصد ثمار كبيره من هذه الجهود من عن طريق الانجازات اللي حققوها ابطال ذوي الاعاقه. بالنسبه لاساليب التعامل مع ذوي الاعاقه، في عندنا فئتين من اصحاب الاعاقه، عندنا ذوي الاعاقه من فئه الكبار والبالغين، وعندنا ذوي الاعاقه من فئه الصغار. الفئتين في تشابه في اساليب التعامل، ولكن في اختلاف بسيط بناخذ بها بشكل مختصر. بالنسبه لاصحاب الاعاقه من ذوي الفئه الكبار، اهم شيء نزرع الابتسامه عند التعامل معاهم. اي شيء الاخر ما ننظر لهم نظره غريبه او رده فعل غريبه لانهم يحسون فيها اكثر من الاطفال. دائما اذا شفنا واحد من فئه اصحاب ذوي الاعاقه نحن نساله يعني شو محتاج وغير هذا، تبغى مساعده، هذا الشيء ممكن يحرجه، يحس انه في شفقه عليه. لازم انت اذا طلب منك تساعده، ما طلب منك ما تبادر بالمساعده بالنسبه لفئه الكبار. لما تتكلم مع شخص من فئه الكبار من ذوي الاعاقه، لا تتكلم ولا تتذمر ولا تشكي مشاكلك لشخص من اصحاب الاعاقه.
لازم تتكلم بشكل إيجابي أن الحياة جميلة، لأن يتأثر أكثر من الشخص العادي. أيضا بالنسبة إذا كنا نتكلم عن فئة المقعدين على الكراسي المتحركة، لما تكلمه لازم تنزل لمستوى من فئة السمع اللي عندهم مشاكل في السمع، إذا ما يسمعك تحط إيدك على كتفه. أيضا لفئة المكفوفين اللي ما يشوفون تمسك إيده تحسسه أنه شخص موجود. هذه بالنسبة للكبار. بالنسبة للصغار أهم نقطة أن ما تخاف منهم. بعض المشاكل اللي يواجهونها أطفال الصغار من ذوي الإعاقة أن الأقرانهم الأسوياء يخافوا منهم، يحسونهم بالنبذ، وهذا جزء مهم جدا. لازم نربي أطفالنا أن ما يخاف من أصحاب الإعاقة. الأطفال التعامل معهم بطريقة طبيعية، ما نحسسهم أنهم معاقين أو عندهم إعاقة غير على الأسوياء. بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة الصغار نشجعهم على إظهار مواهبهم، نتكلم مع أهاليهم. أهم شيء قبل ما تعامل مع الطفل أصحاب الإعاقة، تكلم مع أبوه أو أمه أو أقربائه وتعرف عن حالته، من بعد ذلك تعامل معه. هذا جزء مهم جدا في التعامل مع أصحاب الإعاقة للفئتين. إذا التعامل الإيجابي مع ذوي الإعاقة وكيفية يعني إلقاء نظرة جميلة إليهم وتغيير نظرة المجتمع لهم وتغيير نظرتهم لأنفسهم، هذا بحد ذاته يدفع ذوي الإعاقة بأن يكونون وينطلقون في هذه الحياة. صحيح، بلا شك. بعد هذه التعاملات الجميلة اللي نتعامل معها، هذه الفئة حينظرون بنظرة إيجابية للمجتمع، لا ينظرون لنقصهم إذا كان عندهم نقص في الحركة أو في السمع أو أي وظائف أخرى. حتى أصحاب الإعاقة من أصحاب الإعاقة الذهنية أو العقلية لابد إعطائهم قدرهم كناس أسوياء قدر الإمكان. هذا يساعد على تأهيلهم وتطوير حالتهم للأفضل، وممكن يحسون أنهم أفراد منتجين في المجتمع ويكون لهم دور كبير. نعم، هناك جهود كبيرة من دولة الإمارات في دعم ذوي الإعاقة. نأتينا على الصعيد المحلي على كافة إمارات الدولة، ونأتينا إلى إمارة الشارقة كتخصيص لإمارة الشارقة. هناك مدينة مخصصة لذوي الإعاقة، فيها الرعاية التامة، فيها التأهيل التام لذوي الإعاقة، وهناك كذلك نادي مخصص للمعاقين في الشارقة. كل هذه الأمور تكفل لهم التميز وأن يكونون وسط بيئة حاضنة لهم. الآن عندما نتكلم عن ذوي الإعاقة أستاذ أنس حول تمكينهم في المجتمع، كيف نحن نستطيع أن نمكنهم حتى إن كانت في المجالات، إن كانت في تمكين الهوايات لديهم، إن كانت رياضية، إن كانت فنية أو حتى ثقافية؟ مثل ما تفضلتي، جهود دولة الإمارات منذ التأسيس بوضع قوانين وتشريعات لحماية حقوق أصحاب الإعاقة، من بعد توفير حقوقهم إسعادهم. نحن انتقلنا لمرحلة إسعاد أصحاب الإعاقة بتوفير خدمات غير اعتيادية، خدمات غير مسبوقة. نحن في دولة الإمارات ننافس أرقى دول العالم في تقديم خدمات لأصحاب الإعاقة. وللعلم، في جميع المناسبات السابقة أصحاب الإعاقة من جميع أنحاء العالم لما يجون دولة الإمارات ينبهرون بالمستوى الراقي اللي حصل في دولة الإمارات. فجهود دولة الإمارات عظيمة جدا. لو خصصنا بالنسبة لإمارة الشارقة، إمارة الشارقة كانت من أوائل الإمارات في الدولة أو على طريق منطقة الخليج والدول العربية بالاهتمام بأصحاب الإعاقة. يمكن ذكرت موضوع مدينة الشارقة خدمات الإنسانية، تأسست في 79، يعني بعد الاتحاد دولة الإمارات بسنوات قليلة، وتعتبر هي فرع للأسرة، منظمة الأسرة العربية في منطقة الخليج والجزيرة العربية. أيضا تأسيس مركز الشارقة للمعاقين برئاسة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي. أيضا في مراكز في جامعة الشارجة تم تأسيس مركز خاص لتأهيل أصحاب الهمم أو أصحاب فئة الإعاقة، وعندهم فروع في أكثر من مكان، في الشارجة، في مدينة خورفكان، في كلبة. أيضا يمكن الإنجازات اللي تحققت على مستوى إمارة الشارقة، حصول مدينة الشارقة على مدينة صديقة لذوي الإعاقة في سنة 2008، وهذا الإنجاز يعني تم تحقيقه والأول في منطقة الشرق الأوسط. لو ندخل بالإنجازات الأخرى، إمارة الشارقة تعتبر مقر ثاني للاتحاد العالمي للمعاقين، وكان هذا في عام 2018. إمارة الشارقة أحد المدن المضيفة اللي كانت في دورة الألعاب العالمية، الأولمبياد الخاص اللي كان في إمارة أبوظبي في 2019، وكثير من الإنجازات اللي حققوها. ومثل ما ذكرتي، نادي الثقة للمعاقين يعتبر أول نادي لذوي الإعاقة منذ سنة 87، وحصل على إنجازات عظيمة. فهذه الإنجازات وهذه الاستحقاقات تثبت أن
جهود دولة الإمارات وإمارة الشارقة بشكل خاص أثمرت في هذه الجهود العظيمة. الحمد لله. إذن هذه الإنجازات أستاذ أنس تكفل لهم كذلك بأن ينظروا إلى المستقبل وأن يبادروا وأن تشحن هممهم من أجل أن يقدموا ما لديهم من قوة ومن طاقات لخدمة هذا المجتمع. كذلك هناك أمر جميل جدا في السبل وفي توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة، وهي الخدمات والدعم المادي والدعم المعنوي لذوي الإعاقة، إن كان دعم شهري هناك مبالغ تصرف لذوي الإعاقة، وهناك كذلك التشجيع، والآن تعمل الدولة على إسعاد ذوي الإعاقة كما ذكرت. نعم سادة عائشة، دولة الإمارات لم تقصر في إسعادهم وتوفير احتياجاتهم، ومن الصور أهم الصور اللي قدمت دعم لأصحاب الإعاقة، أول شيء كل طفل أو فرد من أصحاب الإعاقة يعطى بطاقة خاصة تثبت حالته الصحية وتسهل له تحركه واستخدامه للمواصلات أو دخولاً للأماكن العامة. هذه أول خدمة تقدمها وزارة تنمية المجتمع، وهذه شكر جزيل لهم على دورهم الكبير. أيضاً نتكلم عن بلدية الشارقة، بلدية الشارقة أيضاً وفرت قوانين سنت قوانين لتوفير أماكن مخصصة لعبور أصحاب الإعاقة مثل الطرقات، الشوارع، المباني الحكومية بوضع إمكانيات خاصة تسهل عليهم. حتى على صعيد الحدائق العامة، تكفل الحدائق العامة والمنتزهات بدخول أصحاب الإعاقة وأهاليهم بشكل مجاني وتسهل عليهم، وفرت لهم كراسي متحركة، سيارات اللي هي التنقل الجولف في الحدائق والأماكن العامة. أيضا الدعم المادي، نشاهد الآن مجموعة من المبالغ تدفع شهريا أصحاب الإعاقة كمبالغ تكفل لهم حياة كريمة. مبادرات مثل عندنا بطاقة فزعة توفر لهم خدمات معينة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وخصومات على مستوى الدولة في المشتريات في دخول استخدام الأماكن العامة والترفيهية. كل هذه الأمور تصب في خدمة هذه الفئة وتوفر لهم حياة كريمة وسعادة دائمة هم وأولياء أمورهم. نعم أستاذ أنس، بنظرك بما أنك كذلك قريب من ذوي الإعاقة في مجال عملك، ماذا تعتقد يحتاج ذوي الإعاقة في هذه الفترة ومع هذا التطور واستشراف المستقبل الذي نراه في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ بكل أمانة دولة الإمارات والشيوخ الكرام والحكومة الرشيدة لم يقصروا، ولكن دائما عودتنا دولة الإمارات أن نكون رقم واحد في كل شيء، وهذه سياسة حكومية على مستوى الدولة. أصحاب الإعاقة هم محتاجين فقط تفاعل المجتمع، الدولة لم تقصر، القوانين موجودة لصالحهم، إمكانيات غير محدودة، ولكن محتاجين تثقيف للمجتمع بما يخص أصحاب ذوي الإعاقة. فلو قدرنا نسوي برامج خاصة لتثقيفهم وتعريفهم بهذه الفئة تتغير النظرة بشكل إيجابي معهم، وهذا يحقق جزء كبير جدا من التفاعل الإيجابي. أيضا أصحاب الإعاقة محتاجين الفرصة بشكل أكبر، يجب نعطيهم فرصة أكبر، ندمجهم مع الأسوياء بشكل أكبر. يمكن نشوف وزارة التربية والتعليم، ونقدم لهم تحية من هذه الحلقة، على دمج بعض فئات أصحاب الإعاقة مع الأسوياء، وكانت النتائج إيجابية أن تم دمجهم وصار تفاعل بين الفئتين الأسوياء وأصحاب الإعاقة وما شفنا أي مشاكل. فأعتقد أن الجهات الحكومية المختصة بأصحاب الإعاقة وفرت طرق للتواصل بشكل مباشر مع أصحاب الإعاقة وأهاليهم لتقديم خدمات بشكل فوري ومجاني مباشرة عند الطلب. حتى في أزمة جائحة كورونا اللي نمر فيها الآن، وزارة المجتمع وفرت الفحوصات في المنزل، أول فئة تم التوجه لها لفحصهم والعناية بهم وتوفير إمكانياتهم كانت فئة أصحاب الهمم. لو قلنا على مستوى العالم لم نشاهد أي مبادرة مثل هذه المبادرة. فجهود الدولة كبيرة، ويجب من الأفراد الأسوياء التعاون مع الحكومة والجهات الحكومية لخدمة هذه الفئة. نعم، كنت سأسألك عن موضوع جائحة كورونا، بالفعل سبقتني في هذا الموضوع. هناك يعني خدمات قدمت لذوي الإعاقة ورأيناها عبر المنصات الإعلامية في الدولة بأنها خدمات قدمت، لكن الآن مع هذه الجائحة وهناك أعتقد ربما ذوي الإعاقة في القطاع المدرسي قد يحتاجون إلى دعم أكثر، إن كان لديهم ربما يعني إن كان لديهم إعاقة بصرية أو حتى إن كانت إعاقة من نوع آخر. لذلك كيف نقدم الدعم الآن في القطاع المدرسي لذوي الإعاقة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم؟
نعم، بالنسبة لوزارة التربية والتعليم قدرت أنها توفر الدعم الكامل لأصحاب الإعاقة بالتعلم عن بعد وعدم اختلاطهم مع الأسوياء في المدارس، لأن لهم أولوية خاصة بالعناية والأهم هي حمايتهم والحفاظ عليهم. فأصحاب الإعاقة ما زالوا يدرسون منذ نهاية العام الماضي في عن طريق عن بعد، وفرت لهم إمكانيات، وفرت لهم مراقبين أو مساعدين أو اللي هو الشخص يرافقهم في أثناء الحصص الدراسية، كان تواصل مرئي أو تواصل صوتي أو حضور شخص معين إلى مقر المنزل ليشرف عليهم. أيضا توفير البرامج الرياضية والتأهيل الرياضي لهم بحكم الجلسات تعتبر نوع من العلاج، وفرت لهم عن طريق عن بعد بوسائل التواصل المرئي. أيضا إشراف خاص من قطاع الصحي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للاهتمام بهم. أيضا توفير محاضرات وحلقات نقاشية وورش لأهالي أصحاب الهمم لتأهيلهم يكونون أفراد مساعدين لهم. دائما ولي الأمر يعتبر مدرس آخر في المنزل، ولية الأمر أو الأخ الأكبر أو الأخت الكبيرة تكون هي شبه معلمة في المنزل، فتم تأهيل الأسرة أن يساعدوا وزارة التربية والتعليم والمعلمين لخدمة هذه الفئة، وفروا إمكانيات كبيرة جدا، الإشراف بشكل مستمر، العناية الصحية، الدعم النفسي والمعنوي بشكل كبير جدا، والمتابعة المستمرة أدى إلى نجاح النتائج اللي حققوها في خلال العام الدراسي السابق وإن شاء الله في خلال هذا العام. إن شاء الله. إذن أستاذ أنس، كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذا الختام اللقاء. نعم، أول شيء نشكر قناة الشرقية على هذه الاستضافة، ونؤكد دورنا نحن كأفراد في المجتمع يدا بيد لخدمة أصحاب الإعاقة. لنا أجران في هذه في خدمة هذه الفئة، نأجر في الدنيا وفي الآخرة لخدمتهم، لكن نقول للجميع أن فئة أصحاب الإعاقة هي فئة قادرة على إنجازات حقيقية، وتسطر أسطر من ذهب في سجلات دولة الإمارات، ونشاهد أول الميداليات على مستوى الوطن العربي تحققت من إمارة الشارقة، أول الميداليات في الدولة كانت من إمارة الشارقة. الحمد لله. فنقول أعطاهم الفرصة، أعطاهم الإمكانيات، توفير الدعم المعنوي النفسي. الدولة مش مقصرة، ولكن فقط نبى تعاون الجمهور مع هذه الفئة وإحساسهم بأن أفراد سويين مثلنا، وإن شاء الله نحصد ثمار هذا التعاون بشكل كبير بإذن الله. أستاذ أنس، كان معنا الأستاذ أنس الحميري مستشار مهني وأكاديمي، شكرا لك على هذه المعلومات وطريقة وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة في المجتمع الإماراتي، وهناك الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الإعاقة، شكرا لك. إذن مشاهدي الكرام، كان معنا الأستاذ أنس الحميري وتكلم عن ذوي الإعاقة، وفئة قوية جدا، فئة رائعة، لها إنجازات، لها طموح، تخطى إبداعات، تخطى حتى الأصحاء في هذا المجتمع. إذن اليوم عندما نتكلم عن ذوي الإعاقة نتكلم عن طاقات، نتكلم عن إيمان موجود بالداخل. هناك من ناصر ذوي الإعاقة وناصر المعاقين في دولة الإمارات، فوجودهم في هذا المجتمع، هم جزء أساسي في هذا المجتمع، هم جزء وشريك أساسي في هذا المجتمع، لذلك يجب أن ندعمهم وأن نقدم لهم العون وأن ننظر لهم نظرة السواسية في هذا المجتمع. إذن مشاهدي الكرام، ما زلنا مستمرين في مواضيع حلقتنا لهذا المساء، وتعتبر الزراعة أحد المهن التي كان آباؤنا وأجدادنا يعتمدون عليها لكسب الرزق، مما جعلها عادة لدى أبنائهم من خلال الاهتمام بالمزارع وإلى يومنا هذا. واليوم سنتعرف معكم على مزرعة الوالد حسن مفتاح من أهالي مدينة كلباء، فلنتابع هذه المزرعة. تزدهر مزرعة حسن مفتاح الزعابي بمدينة كلباء بجمالها وموقعها المتميز، والتي تعود لزمن السبعينيات توارثها عن والده وأحيا الرقعة الخضراء فيها. تفرغ حسن مفتاح الزعابي بعد إحالته للتقاعد لإعادة الحياة لمزرعته القديمة التي امتلكها عن والده في شمال كلباء. وكغيرها من مزارع المنطقة ماتت أشجارها بسبب شح المياه فيها، فتوقف الاهتمام بها، إلا أنه شمر عن ساعديه وعاد استصلاح الأرض بتهيئتها للزراعة من جديد، والتغلب على شح المياه وملوحتها
بإقامة محطة تحلية خاصة للري. أنا موظف متقاعد، وهي المزرعة متنفس لي يوميا، أجي مساء وصباحا، لذلك أعتني بها، وعندي يوجد حوالي 5-6 عمال موجودين معي، أنا بس مشرف عليهم، سوي كذا وسوي كذا، والحمد لله بدينا نزرع الطماطم والخيار، والإنتاج الحمد لله جيد. وأنا أجي من الصباح مثلا تقريبا الظهر، واروح المنزل وارجع مثلا في المساء واشرف عليه على المزرعه. تتميز المزرعه باختلاف اشجارها المتنوعه الاصناف، منها المانجو، البرتقال، الليمون والتين، وجميع انواع الخضروات والمحاصيل الزراعيه الاخرى، وكذلك زراعه المحاصيل التي تحتاج الى مياه وفيره، والتي اصبح من النادر وجودها في اغلب المزارع. ما زال أهالي مدينة كلباء يتميزون بحبهم للرقعة الزراعية المزدهرة، أغلبهم لا يعتبر الزراعة مهنة، وإن كانت حرفة أجدادهم الأصلية، بل هواية يجددون فيها حبهم للحياة. من هذا التغيير المميز حول الزراعة وحب أهالي المنطقة الشرقية للزراعة وللوالد حسن مفتاح الزعابي، والزراعة التي تتأصل في نفوس أهالي المنطقة الشرقية وترافقها كذلك حرفة الصيد، لذلك نتمنى لهؤلاء الآباء وبأن يواصلوا في هذه المسيرة، والأبناء كذلك يستقوا منهم أهمية احتضان هذا الموروث الشعبي والاهتمام بالزراعة وهذه الحرف.